بعد أقل من أسبوع على مهاجمة انتحاريين مقر وكالة الاستخبارات الأفغانية في كابول، ما أدى إلى مقتل حارس على الأقل وإصابة عشرات المدنيين بجروح، وقعت مواجهات استمرت قرابة 8 ساعات وتلت هجوما على مبنى تابع للشرطة الأفغانية احتله مسلحو الحركة في كابول، انتهت بقتل 5 من عناصر طالبان و3 شرطيين وسقوط 18 جريحا. وهجمت مجموعة المتمردين المؤلفة من 5 أشخاص للمبنى التابع لشرطة المرور في كابول، وبدا الهجوم على المبنى بانفجار سيارة مفخة يقودها انتحاري. وقال شهود عيان إن الانفجار الأول كان كبيرا، انتشرت على أثره عربات الإطفاء والإسعاف والشرطة في كل مكان، فيما أوضح قائد الشرطة الجنائية إن مجموعة من الإرهابيين حاولت بعد ذلك الدخول إلى مبنى الشرطة المرور، مشيرا إلى أن 2 من هؤلاء قتلا، بينما واصل 2 آخران اختبئا داخل المبنى إطلاق النار بشكل متقطع على قوات الأمن لعدة ساعات، ما اضطر إلى استدعاء الوحدات الخاصة التابعة للشرطة للمساعدة في ملاحقة المهاجمين. وانضمت قوات حلف شمال الأطلسي إلى المعركة، لكن إساف أوضحت أن المسؤولين الأفغان هم من أدار العمليات بدون إعطاء تفاصيل إضافية. وتبنى متمردو حركة طالبان التي تخوض حربا منذ 11 عاما ضد حكومة الرئيس الأفغاني حميد كارزاي الهجوم، وأعلن متحدث باسم الحركة عددا كبيرا من الفدائيين دخلوا مبنى في دهماز زانغ يهاجمون مركز تدريب أمريكي ومركزا للشرطة ومراكز عسكرية أخرى، وألحقوا خسائر فادحة بها. ورغم ما تعلنه قوات الأطلسي بأن الهجمات التي تشنها أضعفت حركة طالبان، إلا أن العاصمة كابول تتعرض لهجمات باستمرار، كما لا تزال حركة طالبان ناشطة في المعاقل التقليدية في جنوب وشرق البلاد.